بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي تاريخ من الإنجازات، الأهلي دولاب بطولات مليان أشكال وألوان، الأهلي حدوتة عالمية، الأهلي عظيم، الأهلي تاريخ، الأهلي كيان وحبه إدمان. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقولك وسع للعقل، وكفاية على الأهلي مؤتمر صحفي هطلع اقول هذا الكلام. كالعاده دائما الاهلي في حته ثانيه، سيناريو بيتكرر في كل مناسبه وفي كل مؤتمر صحفي، فخامه وشياكه، دائما الاهلي على القمه، ودائما ما بيكون شركاء الاهلي على القمه، وعلى قدر الشراكه مع اكبر منظومه رياضيه في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. النهارده تم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الراعي الثالث للنادي الأهلي، عقد رعاية جديد الحقيقة مع النادي الأهلي وشركة جي إل سي.